أخرى غادي نسولوا عليها بعض الزبائن اللي تلاقيناهم في قاعة الانتظار بعد ما استغلينا فرصة تواجد الشخص اللي كيقوم بهاد الأعمال مع أحد أفراد طاقم البرنامج واللي وهموا باللي باغي يعبر التوكال. بيحسبك سهل بيحسبك سهل السحرة الله يعطي أمكم العادة في هاد النهار هذا غنبدا نخرج معاكم اللعب. وحنا بهاد المكان تلاقينا ببعض الزبائن ووهمناهم باللي جابونا بزاف ديال المشاكل ومنها السحر وطرحنا عليهم السؤال باش نعرفوا شنو السبب ديال تواجدهم. انا دابا راه كتقاتلي بخايل شي حد هنا هنايا كتقاتلي شي ضربه عالميه فهمتي بقى غادي اليسون روجو كتبقى غادي لقدام عمرك ترجع له. المفاجأة هي أن هاد السيدة صرحت لنا باللي جات من إسبانيا فقط باش تزور هاد السيد بدعوى أنها مصابة بسحر واللي كيتخدم ليها في المغرب وكتحاول تفكو. غادرنا هاد المكان وانتقلنا لمنطقة أخرى بالدار البيضاء مجموعة من المحلات اللي معظمها كتخفي الخدمات اللي كتقدم كتعرفنا هذوك العطار هذوك العطار راه هما مسخ الوالدين هذوك العطار راه كيعرفوا السحارات راه تيبدا يبيع لهم دوك اللعيبات راس الفكران راس الطبع راس النمر راس فهمتوني هذوك العطار كيعرفوا السحارة كاملين. نشاط خلال هذه الفترة باش نكشفوا الواقع كما هو رافقتنا واحدة من المساعدات ديال طاقم البرنامج وأول ما أثار انتباهنا هو أن اصطياد زبائن في صفوف النساء كيتم بهذه الطريقة. أجي تحني يا لالا استجبنا لها الطلب وبعيدا عن الحنة اللي هي طريقة اصطياد زبائن بدأ الحديث عن أمور أخرى لها علاقة بالسحر والشعوذة. بغيت نقص بغيت حاجه بغيت شروات بغيت نرجع راجل باش عمره هادي قالت لي ما بغيتوش يرجع راجل بغيتو يرجع مره شتو الخوش حضيو راسكم مسخت لوالدي راه شي وحده الا بجد بغات شي واحد مشى تهرب عليا مشى هي القواده الله يا امك شاتو لي الضرب في المقع بعد ما وهمت مساعدة الطاقم هاد السيدة باللي باغية تسحر لواحد السيد في أغراضه الشخصية تمت الاستجابة للطلب لكن قبل ذلك هاد السيدة كتستغل الفرصة أثناء الحوار باش تبين للزبائن باللي هي كتقل العمل ديالها مزيان. هادو راه ممثلات خطر والله حتى ممثلات قسما بالله ما كيطلبوني الدريه كلاب ما زعما ما كنت من صحاباتي فهمتي فهمتك شحال 3 ريال واش ما واش ما سمعتي قالت لها جيبي 6000 ريال وندير لك شي حاجه وما نعاودش لك يا هي خالي شكون هذا أنا عندي. مجموعة من الطلبات والخدمات ديال السحر والشعوذة والدجل كيوفروها بعض الأشخاص بمناطق مختلفة سواء مفتوحة للعموم أو مغلقة لكن علاش الكل كينشط خلال سيريا السحارات الله يعطيكم العذاب سيريا السحارات بغيت لكم حياتكم شكون كلها معدبة يا رب سيريا السحارات بغيتكم تداروا في كروسة هذه المناسبة هاد الأسئلة وجدنا لها جواب عند هاد السيدة اللي سبق وشفناها واللي كتقدم خدمات ديال السحر والشعوذة. أجوبة بعبارات مختلفة لكن كلها كتصب في نفس الاتجاه لمعرفة مدى صحة هاد الادعاءات وشنو رأي أهل الدين في هاد الكلام. رجعنا مرة أخرى عند رئيس المجلس العلمي لمديونة. هذا من تضليل هذا من تلبيش معنى تلبيس هو ان تدخل الباطل في الحقيقه وتفسد يا شيخ قرا عليهم شي ايه قرانيه يتشتت لهم الشمل ان شاء الله الحقيقه بالباطل. كل ما زدنا تعمقنا كل ما زدنا وصلنا لاجابات كثيره معلله بالدليل والبرهان وموثقه بالصوت والصوره
طقوس هذه المناسبه كنلقاوها ايضا في المقابر. كيفاش وعلاش؟ اسئله غادي نلقاو. راه كانوا كيمشيو للمقابر وكيحيدوا كيجددوا يدين ديال الموجه مساخ الوالدين. والله العظيم راه ما فيهمش الرحمه وتقول الرحمه راه ما فيهمش هاد السحاره هادو. وليها اجابات داخل هاد ممكن فيهم الرحمه راه ما يسحروا العباد الله يخليو بنادم تالف ويخليو بنادم يبيد. شحال واحد مسكين كتلقاو في الزنقه مسكين كيدور ولا هادي فهمتي راه طايح في العوال مسكين. كتلقى شي وحده ليه بلاتو ولا شي وحده ليه سطاتو عسير. هاد المكان مقبره الغفران في الدار البيضاء. والله راه ما كنكرهش العيالات والدريات كاملين، كنكره هادوك السحارات. راه هادوك السحارات انايا وحق الله يا خوش عندكم ما تكعاونيش على هادوك السحارات دوك بصح الوالدين ودوك عباد الله اللي هما اللي كيسحروا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في هاد النار هذا. الهضره ما تخرج لنا معاكم بصح الوالدين. بورشتوني شتنا هادشي تبورشت انا وحق الله. تعرف توافد عدد كبير من الزوار لكن في وسط هاد الزحام كتختلف النوايا واسباب الزياره. صلاح مسؤول عن امن هاد المقبره غادي يكشف لنا شنو كيلقاو خلال هاد المناسبه. حجابات معلقين في الشجر وفيه الحجابات مدفونين في القبور. طرب على شي كنا كنلقاو في البحر كنلقاو الحجابات، كنلقاو الحجابات في الجروفه وكنلقاو الحجابات في الرمله وكنلقاو الحجابات كما قال لك الاخ كنلقاو الحجابات معلقين مسخ الوالدين. وكنلقاو سميتو كرم فيهم السحور فيهم الشعوذه وكنلقاو القنفود كنلقاو مش مربوط في فمو ماشي فيه حجاب. راه كيشدوا الحيوانات كيتهداو عليهم. اش داير لك مش كتشدوه كتخشيو فيه تصاور كتشدي محمد ونجاد تشديهم وتعقدي لهم وتخيطي وتخشيو المش فمو تخيطي المش عالم والله لا عالم. هذوك شتوهم سيدي موسى هذوك كاينين بزاف داك النوع واحد ديال السلا اش كيديروا تما في هذاك البحر واو واو واو. داك سيدي عبد الرحمن تحيي ديالك. المهم حنا نحاربوا هادشي ياك تلقاو الشعر صابونه سمع صابونه مع الشعر والقراصان والكيلوطات ويلي 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 داك الشيء ما سوا ومعها طلاسم. ضرب بوليسي كيهضر ياك بوليسي اش بوليسي هذا اللي كيهضر. وتلقاو صور ديال الرجال مدقوقين فيهم براواس معلقين. الامن هذا اخي الامن هذا احتراماتي للامن. قبل قدومنا للمقبره اكتشفوا رجال الامن الخاص بعض الاعمال ديال السحر وش... رجال الامن تدخلوا شوف 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 شعوذه. هاد الحجابات لقيناهم اليوم الصباح مع تقريبا الساعه ديال 7 الصباح شي معلق في الشجر شي مدفون في بعض القبور. الحمد لله عندنا امن زوين في البلاد. الحمد لله دائما اي واحد دار شي حاجه كيلقاو كيلقاو. الحمد لله وتحيه للامن تحيه للسلطات كاملين. انت نشوف هنا بانهم فيهم طلاسم واش يعني واش فيهم غالبا تيكون هذا الشيء انتقام. الكثير من الاشخاص اللي عندهم علاقه بطقوس السحر والشعوذه كيعتبروا المقبره مكان مهم من اجل هذه الاعمال ولهذا اثناء تواجدنا صادفنا الكثير من الحالات. شو ديال الشعوذه؟ السحر كل صبيحه ديال نهار الجمعه والصبيحه ديال البشر تلقاو هاد المصائب. هادو فيهم طلاسم فيهم هما طلاسم هنا مكسوبين وكاين ما نعرفوش شنو مكسوب هنا هادشي كاين طلاسم وكاين اسماء ورا طلاس. هادو المقبره ممتلئه عن اخرها بالزوار ووسط هاد الزوار كاين اللي حضر لهاد الوقائع واستنكرها بتلقائيه. غير لائقه تيجيب ادي محلب على شي واحد باش يجي ادي كاين اللي تيجي باش يادي كاين اللي كل واحد هنا علاش داخل اللي كيدخل هنا خصو يقول عسال. راه كيمشيو للمقابر كيديو كياخذوا يدين الموتى مسخ الوالدين فهمتوني وكيدفنوا الحجابات في
في المقابر، حيت هما السحارات تيدفنوا أغلبية كيدفنوا دوك السحور ديالهم في البلايص اللي ما يتمشاش فيهم بنادم، فهمتيني؟ ايه انا السلام عليكم يا اهل المدينه، انتم السابقون وحنا اللاحقون، ماشي جي عادي، عيب عليهم حشومه، كلشي سحار، كلشي مجرد جرى. لا 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 ما متفقش، عمك شي راس سحر شي وحده ولا شي مرا؟ كاين شي راس عمره سحر شي وحده؟ العيالات والله تغجر. قولوا لي واش عمر شي واحد سحر شي وحده؟ العيالات راقبتي كلشي سحاك، ملي جاو المدينه ويأديو هاد القبوع كي غايقولوا الله، اكثر هي عندها مناسبة، الناس كتصلي وكتذكر الله وكتخاف الله، وبنادم ما كيخافش الله كي غايقول الله باش غايقابل الله باش غايشوف الله. الى جانب من يؤذي الناس بالسحر والشعوذه، هناك فئه اخرى اللي كتعتبر نفسها كتساعد فقط في ازاله السحر والشعوذه، وكتبرأ نفسها من هذه الأعمال المحرمة شرعا وحتى قانونيا. فشنو رأي ممثلي المجلس العلمي في هذا الأمر؟ ما يحتاجش شي واحد يدير شي واحد شي حاجة، اقرأ من القرآن ما تيسر، الفاتحة وآيات الكرسي وأواخر البقرة وأواخر المؤمنون بنية الاستشفاء، ثم اشرب، ما يحتاجش شي واحد يدير لك هذا الشيء، انسى بنفسك تقي نفسك، لأن ليس بينك وبين الله حجاب، هو واحد آخر عنده. وهذا الذين هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، واش الله انتم وسطاء بين الله والعباد؟ ما في وسيط فينا احنا. ثقافات قديمه وعادات تورثها المشعوذون والسحره والاشخاص اللي كيامنوا بهذه الخرافات، لدرجه صبحت سوق اقتصادي مهم كيدخل اموال كثيره للبعض حسب الخدمه وحسب الطبقه اللي كينتمي لها الزب. او راه يضربوا الفلوس مسخ الوالدين، هما علاش كيسحروا لعباد الله؟ باش يضربوا الاعاقه، باش يصوروا الاعاقه. بون المال مقابل الوهم. ما شاهدتو فالشعوذة كتخلينا امام سوق كتقدم فيه خدمات ثمنها ما محددش، وهذا الشيء اللي كيخلي الناس اللي كيقوموا بالشعوذة يستغلوا ضعف الراغبين في خدماتهم ويجري النصب عليهم، وهذا الشيء كيتواجه حتى في بعض الأضرحة واللي اكتشفنا فيها حقائق صادمة. الأضرحة بدورها كتعرف إقبال في هذه المناسبات، نساء، رجال، كبار، صغار، من مختلف الأعمار. وباش نقربوكم من الصورة، البداية كانت من هذا المكان مع حسن قرام، باحث في أسرار القرآن وعارف بالخبايا اللي كتجري في جنبات بعض الأضرحة. والناس كيتعطوا للشعوذة وأعمال السحر في هذه الأيام، لأنه جهلا منهم بأنه هذه الأيام كتكون أكثر تأثيرا بهذاك الشعوذة وبهذاك السحر اللي كيتعطوا ليه. هو هذه المسائل الشيطانية الشيطان يزينها للناس على اساس انه باش يبقاو يستعملوا هذه ما، ولكن هي بالنسبه للشرع ديالنا هي حرام، وخصوصا في هذه الايام المباركه هي حرام، وهي لا تؤثر التاثير الذي يظنون انه غادي ياثر في الانسان. هذا المكان كان هو النقطه الثانيه اللي توجهنا ليه مع الدليل ديالنا، واللي كيتواجد ضواحي مدينه الدار البيضاء، واللي تسمح لنا نصوروا به هذا الشخص داخل هذا الضريح. وهنا سولنا على شنو هي حقيقة الإيمان بالغيب والشعوذة خلال أيام العواشر. كل ولي صالح لاش كيصلح مثلا هنا سيدي أحمد بن يشو لاش كيصلح؟ لا مزيان من الأخر كيفاش محكمة؟ كيفاش ديال الجن؟ الضريح كيتوفر على محكمة الجن، وكيقصدوه الراغبين في خدمة هذه المحكمة أيام العواشر. لهذا سولنا مخاطبنا شنو هي بالضبط هذه المحكمة؟ المحكمة مثلا فين كاينة؟ كاينة محكمة سيدي مسعود وكاينة محكمة غير عمر. وهنا شنو كاين؟ هذه المحكمة استئنافية كاينة في البيت. وريني نقدروا نشوفوها؟ نقدروا نشوفوها؟ تورينا؟ كاينة محكمة الجن، هذه راه محكمة الجن، هذه الاستئناف والابتدائية بويا عمر. هذه راه محكمة، باش تعرفوا راه كل شيء عنده محكمة. علاش؟ أنا عندي معاك الضريح، هادشي هذا كيتلاعب صاحبي. دير بينا جولة، قول لي غير هنا غير باش نشرح لك. هنا سمح لنا هاد الشخص باش نشوفوا المحكمة ديال الجن، والمحكمة هي هاد الحفرة. هذه هي الحفرة اللي كتسمى بالمحكمة ديال الجن، كاين الجن ديالها وكاين الجن تحت. دخل هنايا تيحزموك بهذوك السناسل، ها هما كما كتشوف تمايا السناسل، وكيدوز ديك الساعة الحكم.
وشنو يمكن لك تقولنا على هذا الشيء سعادة؟ وهذا الشيء يقدر يكون بأنه علاج شيطاني يعني ما عندوش علاقة بالشرعي. وانت هذا سيد هادو الشمع هذا الشيء الشمع وداك الشيء صوت وشعائر كسدار الناس الاخرين سالي تما وغادي قلت شنو تيديروا داك الشيء انا كيخبر الطقوس ديالو مع ديال المحكمة هذه محكمة الجن الخود هذه محكمة الجن وكاينه واحده اخرى بجهه اخرى ثاني بعد ما خرجنا من المحكمه او الحفره توجهنا المكان بالقرب من الضريح بعيدا عن الاعين وهنا غادي يكشف لنا دليلنا فين كتجلى امور الشعوذه بهذا المكان الكون على اطلاع بخبايا واسرار عدد والسحرات والسحرات من الاضرحه اللي ديري عقلكم اللي خصنا ناخذو باكثر من الحزم هي مسائل خطيره اللي ديال الشعوذه وشي ديال اللي كيتعاملوا به الناس في هذه الايام دي. كتكون مسائل من غير هذا الشيء بحال مثلا نجيو معايا نشوفوا اللي كتبان له مثلا شي حاجه محزومه ولا شي حاجه كياخذها على انها امر عادي ولكن هي راه مذكوره في القران في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني الحزيم كيتعقد بنادم يا اما على الخدمه يا اما يتعقد عن الزواج ربطوك اصاحبي راسل انا صاحبي الشعب مربوط ومقوده عليه في هذه البلاد اصاحبي وبنادم تزيد يقوده عليها اصاحبي راه راني خسر معاكم الهضره راه نقولها لكم انايا راه شي ما خدامش يا اما يتعقد على الكلام يا اما شي حوايج راه تانكعا والله قد له التجاره ديالو تولي فاشله وفاسده وكاسده يعني هادشي كله تيدار غير ملي نشوفو هنا غادي نلقاو ها انت كاين هنا بحال هنا شتي تيكون هذا محزوم هنا شتي ها هو هذا مثلا تيكون مثلا بحال هذا تا هو شتيهم هادو كلهم تيكونوا مديورين هنايا على اعتبار انه انت تيتحزم كاين اللي كيكون فيه سبعه العقدات كاين اللي كتكون فيه 14 كاين اللي كتكون واحد الله اسمع مسكين سبعة 14 غرزة ولا ما شاء الله هادشي هادشي كثير هادشي 20 كل شوف راه ماشي راه السحور والله راه العرب كاملين يعز عليهم السحور والاسيويين والله حتى الاسيويين اش كيديروا السحور دوك اندونيسيا ماليزيا ودوك القناد حتى هما كتا وكمبوديا الله الله العظيم اللي سحارة وعندكم يسحبكم واش العرب اللي سحارة حتى هادوك اسيويين فيهم السحور وكثار السحور ديالهم قعود نرى الله طلقني السحور ديالهم كنت غادي جاي عندهم ديك البلاد لا وكيفاش كتكون فيه كاين هانت كشتي هادو كلهم مسائل اللي تيعقدوا بهم الانسان وهذه راه الشجره كاينه جناب الضريح وكاع الاضرحه كتكون عندهم بحال هذه المساله هذه ان كتكون في جنابهم يا اما اشجار يا اما عيون يا اما شي حاجه اللي تيمشيو يكملوا فيها هذيك الطقوس ديالهم اللي كتكون بدات من الضريح الى خارج الضريح باش نكونوا لكل ذي حق حقه الضريح لا علاقه له الاولياء الصالحين رحمه الله تعالى ونفعنا ببركتهم ومن نزل الضريح لا علاقه لهم بهذا الشيء يوقع ولكن شيء يوقع بعض المرات خارج الضريح اللي كيكمل فيه دوك الناس اللي هما كيمساهنوا هذه الشعوذه وهذا الشيء كيكملوا بحال هذه المسائل اللي كيتفلوا بها على الناس وكيأديوا بها بعضياتهم توجه الأضرحة كيجيب حسب كل رغبة الأشخاص اللي كيتوجهوا ليه ونقطة الاشتراك بين كل هؤلاء القيام بأعمال الشعوذة والناس كيفكروا بالتفكير هذا وكيمشوا بهذه المنطقة ديال أنه بغاو شي حاجة ولذلك كتلقى حتى دوك الناس اللي مسؤولين على الأضرحة وداك الشيء كيديروا كل ضريح خاص لشي حاجه باش كل واحد يخدم اما هما راه يمكن يديروا ضريح واحد يقدر يدير يليق لكل شيء بالتلاعب والتفريه ديالهم على الناس ولكن هما تيديروا هذه المساله باش كل شيء الاضرحه تخدم مثلا بغات اللي بغات مثلا الزوج يولي مزيان كتقدر تمشي مثلا لمولاي بشعيب اللي بغات مثلا انها مثلا تحافظ على الزوج ديالها كتمشي ليه طو اللي بغات مثلا تجلب شي حبيب ولا شي حاجه كتمشي مثلا لعائشه وهنا كنلقاو ان الناس كتختلف على حساب كاين اللي كيبغي المال مثلا يمشي ثاني لشي بلاصه اخرى هذا الشيء اكدت لنا السيده اللي قبلت تهضر معنا قبل ما تظهر ملامحها خوفا من نظره المجتمع في العالم ديال الشعوذه كل ضريح تيختص بالطقوس ديالو ومهم الضريح اللي كاين هنايا اللي كيتسمى سيدي عبد الرحمن مختص بتفريق الرجل على المراه او يعني السحر الاسود اللي سيدي عبد الرحمن هذا راه صافي ما بقاش حيدوه يخلي المرأة تفارق على الراجل أو الراجل اللي يديروا لي سحر أو توكال ويلا معايا تشوف كل ضريح بحسب مريديه والناس اللي متبعين الظاهرة تخصص معين ثاني ضريح توجهنا لي كيتواجد في واحدة من أرقى مناطق مدينة الدار البيضاء وبالضبط في هذا المكان اللي كيتواجد فيه أكبر متجر للتسوق في المغرب بكورنيش عين دياب جينا لهذا المكان باش نكتشفوا خبايا هذا العالم لهذا استعنا بالكاميرا الخفية ومشينا مع هاد السيده اللي تقمصات دور وحده بغات تنتقم من واحد من معارفها والسيده اللي معاه وهنا دخلنا لاول مكان صادفناه يلا لقى السلام
وبحسب ما فهمنا مجرد دخول فهذه هي السيدة اللي كتقوم بتقوش الشعوذة، وهادو كانوا من زبائنها اللي جاوا الغرض في هاد اليوم بالذات. مباشرة بعد ما خبرتها السيدة بسبب المجيء ديالنا طلبت منا الدخول للداخل باش تنفرد بنا. بداية الاشتغال كتبدأ بضرب الكارطة، وهنا كتحاول هاد السيدة اللي كتمارس الشعوذة تستدرج طالب خدماتها. هاد القصة ديال هاد السيدة اللي جات معنا هي مجرد خيال، وهنا هاد السيدة اللي كتقوم بأمور الشعوذة غير كتكذب وكتدعي معرفتها بالحقيقة، وحنا معها طلبت منها السيدة اللي جينا معها تدير لها شي خدمة كيف ما كيروج في قاموس هاد العالم تقاد لها الضربة، وهنا غادي نعرفوا الأمور اللي كتقوم بها. كيف ما شفتوا هاد السيدة اللي كتمارس الشعوذة حددات ثمن الخدمة في 2000 درهم، يعني أن نشاط هاد الظاهرة في هاد اليوم أمر حاضر في المجتمع، وإحنا كنستعدوا لمغادرة المكان. زادت هاد المشعوذة وكشفت باللي قادرة على أمر أخطر من هذا. هاد صفر هنا كيفاش علوم كبيرة ببركات هذه الأولياء يتكلمون في الأضرحة. هذا الكلام حول الأضرحة أصبح موضة الآن. الأضرحة اللي كتتواجد في المغرب كيشرف على تسييرها حفدة الوالي المدفون في المكان أو السيد أو السيدة اللي مكلفة بالمكان، وكتسمى الحفيد أو الحفيدة. وهنا كان من الضروري ما نسمعوا وجهة نظر مقدم الضريح اللي قبل يتحدث لنا بخصوص الشيء اللي كيوقع في الأضرحة من شعوذة في المغرب بصفة عامة هي معدة للزيارة، إلا أنه هناك بعض الناس ممن يشوهون سمعة هذه الأضرحة بحيث يلجأون إلى الشعوذة. ما نحن هنا في مدينة زمور مولف شعيب والله لا صورت شي حاجة، أقسم بالله ترجع لكم هذاك الشيء وقال لك تسحر لشي واحد ولا شي واحد كيتهدى على شي وحدة ولا شي حاجة، وبالرب إذا تخلص الدنيا قبل الأخيرة. بالضبط، فإننا نسهر على منع هذه الأمور التي غالبا ما تحدث مع الأسف في بعض الأضرحة. مقدم الضريح أكد على أن الشعوذة حاضرة في بعض الأضرحة، لهذا وجهنا السؤال حسن قرام الباحث في أسرار القرآن والعارف بخبايا الأضرحة، علاش كيجري استغلال الأضرحة في أمور ديال الشعوذة؟ الأولياء بصفة عامة لهم كرامات ولهم مثلا النعم ديال الله عز وجل اللي عطاهم، ولكن مع الأسف ما تتعرفوش ما تتدار في المحيط ديالهم ما بين المشعوذين وأولياء الله الصالحين، هو التلطيخ ديال الصورة ديال الأولياء الصالحين. الأولياء الصالحين كيف ما سمعنا
وهم بريئين من أمور الشرك والشعوذة اللي كتوقع في بعض الأضرحة واللي كيقوموا بها أشخاص كيمتهنوا الشعوذة. هدفهم بيع الوهم للراغبين في خدماتهم، وهي الخدمات اللي كتطلب مواد كتروج في سوق كيدخل أموال كثيرة لبعض حسب الخدمة وحسب الطبقة اللي كينتمي لها الزبون. الجزء غادي نقربكم فين كتروج هاد المواد اللي كتستعمل في أمور الشعوذة، وشكون اللي كيبيعها وبشحال، ونعرفوا واش هاد المواد كيروجوها كاع العطارة. نشاط الشعوذة كيوازيه نشاط سوق تجاري اللي كتروج فيه المواد اللي كتستعمل في طقوس السحر والشعوذة. لهذا الغرض غادي نلقاو أسواق مختلفة قارة وأخرى كتظهر بشكل مؤقت، وأيضا بمحيط عدد من الأضرحة. هذا خضر زيف خضر زيف حمر ما الزهر الشمع وزيد هادشي كيستعملوا ياك كيسحروا به باش كيديروا بهادشي. وهنا وحده من طاقم البرنامج تقمصات دور زوجة كتعاني من تسلط الزوج. كلشي حوايج كتجمع منهم شويه 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 تزين بعدا هذوك كيهضقوا وكيعطوا ليا ضربانه. واحد الدري خدام قال لي ضربانه خرفانه خطفت الشعر ديالي طيف الشعر صحت لي الهود سالت لها كل شيء فات لي راجل قال لي جاج عمرني مكانه هذا راه كم كامل شي جوان وزبار على راسه وانا قاعد مع الشوافات تقول لي هو داير بحال داك داك الطبيب اللي كيعطي الدواء هو هذا كيعطيهم الدواء هادشي كيكون حي ولا شنو؟ ولا داكشي كيتجاوب كيتهزم ابو يدي سهل عليك الله سير قرا قران وسير صلي وسير زكي وفهمتيني دير شي حوايج زوينين مع الله اللي غيسهل عليك الله واذكروني اذكركم وانتم مسخت الوالدين عطينا ناس سحور هنايا وبغيتو ربي يسهل عليكم هاد بقاو بلاصتكم يا تقوم بهذا الشيء هذا هاد الشخص بعد ما بدا كيقدم لينا بعض الخدمات والاستشارات غادي يخبرنا بضرورة اقتناء بعض المواد، ولكن هاد المرة ماشي في شي سوق بل هي متوفرة عنده وبالأثمنة اللي بغى بحكم أن معظم الزبائن ما كيفقوش في نوعية هاد المواد. كتب لي زعما داكشي اللي غنجيبو اش راه غادي قلتي لي باقي ما قلتش لك داكشي عندي انا باش كنخدم عندي انا شغنجيبي لي انت واحد الوقت جيبي لي واحد الحوايج. هذا السحار عنده كلشي عنده ماتريال ديالو ناضي تاعو عنده ناضي داكشي مسخوط الوالدين هذا دابا هذا راه يكون مشى هذا راه مشى هذا راه مشى كيتبرد دابا هذا اذا غادي نجيبك ماشي غادي شي حاجه اللي غتشم ما تلقاهاش عندي شي اساتذه علم عطيها شي حاجه يبقى غادي معوج غادي وكيهدهد وافا طيب وافا طيب وانا جات ابقى نغوت مسخت الوالدين اجروا هنا ماي نطار معكم هنا زيدوا الاجتماع بدورهم عنده نظره لهذا الموضوع خصوصا من ناحيه الوهم مقابل المال. اذا هير هير تهادوك تهادوك ما نسمي بالسحاره الى اخره حتى هما راه تطوروا حتى هما راه تبدل اللغه ديالهم حتى هما راه تبدل التاثمنه ديالهم اختلفت يمكن بكري كانت يمكن تعطيها شي بركه وتقول لك تقول لك الله يرحم والديك وتمشي في حالته دابا راه يمكن دابا راه تيتحاسب معك خصك تجيب هذه وتجيب هذه واش بغيتي كاين واحد العرض والطلب اذا ولا حتى هما تيعرفوا يمكن يدي وتيكون هذاك السيد يمكن لابس واحد الشكل غربي الى اخره ما بقاش تيكون لابس شي جلابيه ولا شي حاجه حتى هو تيدوي بواحد اللغه ديال دابا يمكن بكري كان يمكن تمشي عند شي واحد باش يداوي ولا شنو تيعطيه لواحد 100 ريال وتيقول لي الله يرحم والديك دابا يمكن يتحاسب معاه واش 100 200 300 1000 درهم وعلى حساب اش بغى واش بغى شحال هذيك انت كتمشي فهمتي الا كنتي مجروح ولا شي لعيبه شي حد كيكون عندكم في الدوار ولا في داركم تي بخ فهمتي كتعطيه بيضه ولا كتعطيه درهم فهمتي تحرقتي ولا شي لعيبه دابا ولا شي يقول لك 3000 درهم 4000 درهم نقرا لك السطر نقرا لك الجدول نقرا لك الشعر نقرا لك ما عرفت التوكان نقرا لك ما عرفت ازي زيد بغى يتزوج ولا اش بغى يدير سميتو على حسب الطلبات ديالو. اذا اي دابا راه كاينه شي وحده دابا كتجي دابا عند السحاره كتقول لها راه بغيت نتزوج يكون عندي جوج فيلات يكون عندي جوج طوموبيلات يكون عنده فلوس في البنكه كتقول لها صافي جاك دابا انا غنجبدو لك صافي 5000 درهم اعطيك شهر غادي يجي يلاه هضر معاك تلقاي والله في جوجل وما تلقاي اش دي جوجل الانترنت وبتلقاي
كل المجتمع المغربي تغير في واحد العدد الحوايج، ماشي اذا انت حتى داك الشيء ديال السحور حتى هو راه تغير فيه. بعض العشابه هما الرقم واحد فيما يخص هذه البضاعه اللي يمكن توفر في هذه المناسبه، لكن بما ان هذه الفرصه كتنشط فيها حتى المواد اللي كتستعمل في السحر والشعوذه، فالعشاب في هذه الحاله كيكون في واجهه الاتهام، وهذا الشيء كيسيء لبعض المهنيين. والعشاب كيمتهم بزاف د الحوايج، دابا الحانوت ديالك والسلعه كتجيبها بالثمن، وفي الاخر كيولي كتجي واحد كيقول لك الشعوذه، وحنا ما عندنا ما دخل في هذا الشيء كامل. بالنسبه للعشاب متهم باي حاجه، متهومين حنا بزاف د الحوايج متهومين، كنبيعوا الحاجه الزوينه، كنبيعوا اي حاجه زوينه، وفي الاخر كتهمي بالله راه كتمارسي الشعواد. راه كتعاونوا معاهم، كتعاونوا مع الناس ديال الشعواد، واخا ما كتمارسوش الشعواد راه كتعاونوا معاهم، نتوما كتجيبوا السلعه باش كيخدموا. بنفس المكان التقينا برئيس تجار التوابل بحي محمدي، واللي غادي نسولوه على رايه في الموضوع. في هاد المحلات ديال العطارات كيقولوا هما ديال العطارات وشي اللي تيحلوا هنا كيسيئوا لينا حنايا، كيسيئوا السمعه ديال العطاره اولا وديال العشاب ثانيا. الا بغينا نقولوا مثلا واحد العشاب واحد مارز العطاره راه عند واحد الرساله كنقولوا نبيله، الا بحكم هناك العيش هذيك الاعشاب كنت كناخذوها في المواد اللي بغينا نقولوا حنا المواد الصحيه. الانسان تيخدم اولا تيخدم واحد الرساله نبيله، هدف انساني الدرجه الاولى، ولكن هما كيسيئوا لها وحنا كنتبرؤوا منهم. الله يهديهم لكم الناس، الله يهديهم الله يهديهم. هاد المواد اللي شفنا ومن بينها مواد غريبه مثل ظفار الهدهد، زبده البحر، حب التره، وحتى بعض الحيوانات المحنطه وانواع مختلفه ديال جلد الحناش والضبع، كتطرح تساؤلات كثيره حول مدى صحتها ومصادرها، ثم واش كتم مراقبتها. هذا صعيب جدا. في هذا في هذا في هاجر من البلاد في هذا على الهدهود خدام ياك الهدهود بيناتنا بيناتنا في غرض عواشر دايز عواشر نجلد ديال الحنشة الحاجة. الناس بزاف فيها الشعوذة فيها وفيها فيها، كاين اللي كيدير داكشي ديال التصاور ويلوح لداخل، كاين اللي كيدير قفل ويدخل يدبلو لداخل، كاين اللي كتجيب الليل تقدر دير شحال من حي، شحال مرة شدو هنا السلطات الأمن عندنا هنا رجال الدارك، شحال مرة داو شحال من حد هنا بالليل خدامين. خدامين مزيان خدامين عندهم ناس خدامين ديالهم خدامين مزيان. اما بالنسبه بحال هذا السيد هذا دابا هذا شنو كتسمعي هذا شنو هذا دابا هذا كذاب، هذا ماشي تاع السحار، هذا كذاب وكيتهم راسو بالسحر. دابا هذا كيشوف دابا اش كيشوف هذا اش كيعرف دير بوق وهذا وكان كيشوف وكان كيشوف راسو هذاك غايشوف اش غاتشوف وباف اش كيعرف انت الناس شحال شحال ديال الناس شوف ما عارفين والو. باش نتاكدوا من كلام هذا الشخص قصدنا اول خيمه واللي فيها ثلاثه ديال الاشخاص اللي كيقدموا خدمات لها علاقه بالسحر والشعوذه، وقبل تقديم الخدمه خصك تخلص 5 ديال الدراهم باروك. كذوب شي الكذوب كذوب بالعلالي وهذا. الملاحظ وحنا بهذا المكان ان العشرات من الزبائن كيتوافدوا على هذا الشخص اللي كيوهمهم بخدمات وعروض كتحرك عواطفهم وكتزيد طمعهم، وهذا الشيء خلانا نطرحوا سؤال اخر على الاستاذ خليل جمال، علاش هاد الناس كيقصدوا هاد السحره والمشعوذين؟ اذا ملي تيمشي اشنو اللي خلاهم يمشيو؟ لانه